زي ما انتوا شايفين النهاردة ده سبراي المفروض ان هو في الاصل 100 سيارات، بس انا هحول بالجزمة. زي ما انتوا شايفين الجزمة وسخة جدا، هرش السبراي على الجزمة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هو ده اصلا في الاصل سبراي ده 100 اطارات، ممكن تلاقوه ده اي محل اكسسوارات. هنرش على الشوز بالكامل زي ما انتوا، الموضوع ما بياخدش دقيقة تقريبا، يعني هيرجع افضل من جديد. تنظيف الشوز اقل من دي زي ما انتوا شايفين. هنرش على اول فردة ونسيبه عليها ونرش على التانية. هنحاول بس نرج السبراي جامد واحنا بنرش زي ما انتوا شايفين كده، شمال ويمين شمال ويمين. هنرش كويس جدا، هنرش الشوز بالكامل زي ما انتوا شايفين. بس اوريدي احنا سيبنا الفردة اليمين، هنبدأ نلمع نمسح بقى السبراي كله. هو يعني بنرشه ونمسح على طول، ولو سيبناه برضو دقيقة هينضف اكتر، بس هو ما بياخدش. زي ما انتوا شايفين مش بس بينضف، بيدي لمعة قوية جدا لأي شوز. انا بستعمله دايما في تنظيف الأحذية، يعني ممكن جزمة جلد برضو يلمعها جدا زي ما انتوا شايفين. بجد بيدي لمعة تحفة. نمسح بس كده خلاص. لو مستعجلين عندنا مشوار عايزين الشوز بتاعنا يبقى نضيف وبيلمع وفي نفس الوقت كأنه مغسول، و بس هي دي الطريقة. شكرا.